السلام عليكم ورحمة الله. دم الدورة إنز أسود وتقيل وشكله غريب جدا يا دكتورة، وإحنا مش عارفين إيه السبب. هل دي دلالة لحاجة معينة؟ أيوة، في 8 دلالات ممكن تكلمنا عن إن الدم نازل أسود وتقيل وغير طبيعي، وهل هو أصلا دورة ولا لأ؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. معاكم دكتورة ريهام الشال، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، وإحنا النهاردة في طبيبتي. مبدئيا من اكتر الامور اللي بنقلق منها لما بنلاقي دم الدوره نازل بهذا الشكل الغريب، بني وغامق وشكله مضطرب، بنتكلم دايما اننا لازم نطمن على الحوض والتهابات الحوض، ودي نقطه مهمه جدا جدا ما تنسوهاش. التهابات الحوض من الامور اللي قد تؤدي الى العقم للاسف لو سيبناها تتفاقم او توصل لمرحله كبيره، فلما الاقي حاجه زي كده نتحرك ونتحرك بسرعه. كمان الامر الثاني وهو امر بسيط جدا واتكلمنا عنه في درس كامل كنا بنتكلم فيه نزول دم ما قبل الدوره، واتكلمنا في درس ثاني كنا بنتكلم ايضا عن نزول دم ما بعد الدوره، ونزول هذه النقاط من الدم احيانا بتنزل نقاط فاتحه جدا حمراء وفاتحه جدا، واحيانا بتاخد وقت كده وتتخزن في المهبل وبعد كده تنزل لنا، فتنزل لنا نقاط بنيه غامقه او اسود غامق. وبالتالي ارجوكم لازم نتابع الدرسين عشان نعرف سبب ده ايه وسبب ده ايه، والدرسين هتلاقوا الرابط بتاعهم موجود في اعلى الشاشه وفي صندوق الوصف، لانهم هيفيدونا جدا وفيهم استفاده كبيره مش هنقدر اننا نوفرها ابدا في درس واحد. فان شاء الله من ضمن الدروس اللي هتفيدك وجود جسم غريب في منطقه المهبل ادى الى التهاب شديد ومشاكل ادت الى نزول هذا الافراز البني او الاسود الغامق اللي احنا ما بنبقاش عارفين هو بقى افراز مجرد صديد صديدي كده وبدا يغمق ويبقى غامق، ولا ده دم بالفعل وبدا يعمل لنا هذه المشاكل. فلازم ندور على ما يسمى بالفارين بودي او الجسم الغريب في منطقه المهبل. وشفنا حالات كده، فما حدش يقول هو ممكن حد يكون عنده جسم غريب في منطقه المهبل ومش عارف، لا شفنا حالات وحالات كتير. فارجوكم التحرك مهم وسهل قوي وبيلحقوا بسرعه، لانه بعد كده ممكن بعد شر يعمل افرازات فيها ريحه وكريهه ويغير لنا مشاكل كتير جدا احنا في غنى عنها، ويدخلنا بعد كده في التهابات الحوض. فان شاء الله بسيطه وانها سهل نتعامل معاها. وجود حمل لكن بيحصل فيه ما يسمى بالثريتند ابورشن او العلامه من علامات الاجهاض المنذر، فلازم في مرحله زي دي اننا نبدا نعمل الاتي: نعمل اختبار حمل في الدم للمتزوجات عشان نطمن هل في حمل ولا لا، ونقيم بقى الحمل ده بعد الشهر ممكن يكون مثلا حمل خارج رحم او غيره. فارجوكم التدخل بيكون تدخل مهم جدا. في حاله من الحالات البنوته اللي اتاخرت واللي ما جاتلهاش دوره خالص في حياتها، ونلاقي عندها شويه مغص كده وبيجي لها المغص ده كل شهر، وبدا ينزل عليها احيانا نقط بنيه صغيره وبسيطه قوي قوي قوي، او ان ما نزلش عليها خالص، ودي بنتكلم عن ان عندها انسداد في غشاء البكاره، وبنقول يا جماعه او ان غشاء البكاره غشاء الفتحه اللي موجوده اللي بتنزل الدوره فتحه صغيره جدا جدا، بدات تنزل لنا هذه نقاط الدم نتيجه تخزن الدم او الدم متخزن فتره طويله، فبدا ينزل الدم بهذا اللون. فدي من اهم النقاط، السونار بيحلها وبيطمنا وبيقول لنا حاجات كتير، فما تنسوش ابدا تعملوا السونار حتى لو بنوته. وجود دم النفاس، دم النفاس من الحاجات اللي بيبدا بعد كده يتغير، بنسميها اللوشيا، او ان يبدا يدينا احيانا افرازات دمويه حمراء، افرازات دمويه بيضاء غامقه، يبدا يعمل لنا افرازات مخلطه بيضاء مع حمراء مع بنيه مع سودة. دم النفاس وفتره النفاس هي فتره مقبول فيها يحصل كميات كبيره من الدم وكميات متغيره من الدم ايضا، فما تقلقوش منها. لكن الاهم من ده ان نتابع ان ما فيش اي بعد الشر حاجه متخزنه او موجوده او بقايا موجوده جوه الرحم، دي اهم حاجه وبنطمن عليها دايما دايما في اول زياره بعد الولاده مباشره عشان نطمن ان ما فيش بعد الشر اي بقايا. فان شاء الله خير، لكن تقبلوا هذا الامر في فتره النفاس ووجود دم غامق طالما ما فيش معاه ريحه او في معاه اي مشاكل اخرى، فده امر مقبول جدا. نبعد عن الحمل شوية وندخل في مرحلة الناس اللي بيحضروا للحمل أو اللي لسه بيستنوا الحمل، الناس اللي بيحصل لهم غرز للجنين في بعض الحالات. احنا قلنا في من ضمن علامات التبويض، لما اتكلمنا عن علامات التبويض قبل كده قلنا ان من ضمن علامات التبويض نزول نقطتين كده من الدم. بعض الحالات النقطتين دول بيتخزنوا ايضا وبينزلوا في صورة غامقة، ده بيخلينا نقلق، لكن اطمنوا هو علامة من علامات التبويض وده امر مطمئن ومفيش منه اي قلق ان شاء الله خير. اخر حاجه وخليناها اخر حاجه لانها في اعتباراتنا احنا كاطباء ايضا بتكون اخر حاجه، ودايما ما بنحطهاش وما بنقولش الحاله ثانيه مدام ثانيه واحده لا يكون عندك مش عارف ايه، لا طمنه. لكن هي من ضمن ايضا الامور اللي بعد الشر ممكن تكون اول علامه ليها او اول عرض ليها هو نزول هذا الدم بالشكل الغريب ده، وجود بعد الشر ما يسمى به سرطان عنق الرحم. فاهتموا جدا بهذه النقطه، وكنا اتكلمنا عن ازاي نحمي نفسنا من سرطان عنق الرحم بدرس مهم جدا جدا، واتمنى ان الدرس ده يفيدكم. هتلاقوا الرابط بتاعه ايضا موجود في اعلى الشاشه او في صندوق الوصف، وان شاء الله باذن ربنا يطمنا كتير
لكن مش معنى كده ان كل ست هينزل عليها نقطتين دم بني يبقى عندها سرطان، فنطمن خالص، لان للاسف بيجي لنا كتير من الحالات اللي عندها هذا القلق، والقلق بيخلينا ندخل في دوامه مشاكل احنا في غنى عنها. احنا كده وضحنا كل النقاط اللي ممكن انها تجيب لنا او تسبب نزول الدم بشكل بني وغامق من منطقه المهبل او منطقه النساء، لكن طبعا لازم نطمن ان مفيش اي سبب موضعي اخر، وفي كل الاحوال ان شاء الله امر بسيط جدا، لكن الكشف الطبي والفحص الطبي بيطمننا بشكل كبير. وان شاء الله باذن ربنا نشوفكم على خير في دروس قادمه. لو كنت استفدتم من هذا الدرس فضعوا علامه اللايك، لان يعني ده بيساعد ان ناس كتير جدا تستفيد منه زي ما انتم استفدتوا كده بالظبط، وبيساعدنا اننا نفهم ان المعلومات دي بتفيدكم، وبالتالي نقدم مزيد من المحتوى الهادف والمفيد اللي بيفيدكم بشكل اكبر. منتظرين كل اقتراحاتكم في التعليقات عن دروس قادمه ان شاء الله، ومعلومات جديده وموثقه وعلميه وثابته من واقع العياده. نشوفكم على خير، ليكم مننا كل الدعوات بالصحه والسلامه. نشوفكم في الدروس اللي فاتت والدروس الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.